بون اليوم هو التقديم الرسمي للاعب الوفد الجديد لفريق شباب القسنطينة المحترم محمد أمين اللي مضى معنا رسميا لمدة موسمين قادم من فريق تاجنات. بالمناسبة نشكر فريق دفاع تاجنات يعني سهل من المهمة المفاوضة ما كانتش يعني عسير جدا. واليوم تقدر تقول رسميا اليوم مضى معنا رسميا المختار لمدة موسمين وإن شاء الله يكون إضافة قوية الفريق تاعنا خاصة أن المدرب العمراني هو اللي ألح على قدوم لاعب المختار في الإمكانيات تاعو نعرفو درس في البطولة إن شاء الله يقدم لنا الإضافة المرجوة منه. وبالمناسبة زيد نرحب بك مرة ثانية في الفريق تاعك راه العائلة تاعك ثاني هنا في فريق شباب القسنطينة وإن شاء الله نديرو موسم استثنائي أحسن من الموسم الماضي وما يخفاش عليكم ما يخفاش عليكم ربي إحنا فريق شباب القسنطينة السياسة تاعنا راه غيرناها راه تاع الفريق واضحة نلعبوا على الالقاب والاوبجيكتيف تاع الفريق تاعنا هو البوديوم وان شاء الله عندنا منافسات قاريه وعندنا كاس عربيه وعندنا البطوله والكاس ان شاء الله نلعبوا عليهم بكل قوه هكذا في الشباب القسنطينة باسكو ما يخفاش عليك الانصار تاعنا القوه تاع الفريق يعني رقم 13 تاع الفريق يستاهلوا كل خير ويستاهلوا التتويجات وحنا وعدناهم ان شاء الله منا وصاعد ان شاء الله الفريق تاعنا يلعب على الالقاب بدايه ان شاء الله عندنا مقابله تنتظرنا مقابله السوبر مع فريق اتحاد بلعباس ان شاء الله يكون ثاني نهائي في المستوى وان شاء الله فريق شباب القسنطينة من فوق القادم شكرا مش معك بالمختار اولا يعني التوقيع تاعك طالع يعني بعد ما اتفقت مع اداره شباب القسنطينة من دون مده طويله وشي الاسباب اللي خلاتك انك تتاخر باش ترسم الاتحاد في شباب القسنطينة بون كان عندي واحد الامور مع فريق دفاع تاجنات كنت مازال عارفها ونبريتها والحمد لله يعني تعبت الفريق صحيحه صحفيه للزميل تاعنا تشبيك تقارير بانك اخترت تشبيك تقارير وبالوثيقه اللي انظر غدا في التسريح تاعك اللي بحوزه تاع القعامه لا تعني ما دام الامضاء تاعك مش موجود الفرصه تاعك باش توضح هذيك صريحه انا ما هدرتهاش وانا في قاعه الابطال وصلوا في رمضان معكم على بالكم وما هدر وما دخل حتى واحد انايا رغم انه الزميل قال لك بلي عندي سؤال عند واحد الجيل ورينا ما درت حتى مره واحده صريحه يعني ثبته وزميل عندو التسجيل تاعك ماشي حبينا ما خدر نظر عن التصريحات هذه تسمى كان عندك اتصال مع فريق شباب القادم ربما هو اللي كان خير يعني انضمامك للفريق انا كان عندي اتصال مع شباب القبائل وي صح بصح انا اخترت فريق شباب القسنطينة عيط لي رئيس طارق وك شغل بروجي عجبني بروجي سبورتيف عجبني ووفقت له الحمد لله. تما المشكل تاعك مع الدفاع تاجات هو الاقل عطل شباب القسنطينة هي بكيت الهجوم يعني في ضمن التشكيلة تاعو من بينها اللاعب الخير اللاعب يعني بن عميري عندك الهجوم راح تكون منافسة قوية يعني ولكن تسالني قواتك من قدرتك يعني باش تفرز في هذه التشكيلة. بيانسر كما يقول لك كي تكون كاينه المنافسه وين هذاك وين تحققوا الالقاب ان شاء الله. واش يعني لك شغل المدرب عبد القادر العمراني كان اثر على الظفر في الخدمه تاعك؟ انا كان عندي اتصال مع المدرب العمراني في الميركاتو الشتوي وين ما قدرتش نجي لاسباب مع الفريق السابق دفاع تاجنات وين كنا حابين نضمن الباقه ضمن الباقه والحمد لله يعني قدمت طلب تاع مدرب وجيت. تقدم اللاعب الذي توصل ميدان في فؤاد حداد راه يخلي سهل من الامور اللي راح يخلي تندمج بسرعه. فؤاد حداد راه صاحبي وعقل في الدفاع ان شاء الله نتعاونوا كيف كيف باش نحققوا الالقاب في الفريق. بس خاف من المنافسه يعني غتكون فريق شرق قصدنا. ما خافش من المنافسه وان شاء الله ان شاء الله نزيد الفليس قال لك نزيد الفليس هو اللي يلعب ان شاء الله وش الاهداف تاعك على المستوى الصعيد الشخصي؟ نحقق لقاء مع شباب قسنطينة ونروح ليك ان شاء الله عندي زميل انا ما نلعبش في الدبله ويساعدك كثير هذا شباب قسنطينة على الدبله يعني كما يقول لك غازون خير من تلعب طابون ان شاء الله نبرزو ان شاء الله شباب قسنطينة نقول كلمه الانصار الهضره تاع اليوم وان شاء الله نفرحهم ونقدم الاضافه لشباب قسنطينة اليوم في قسنطينة انصار شباب قسنطينة قال لك المرموشات تاع المقصرين تاعهم واش يقول لك؟ كما يقول لك قالوها هما ديجا صيبوا يعني
أنا وقعت وكما يقول راه انتهى بقناعة بيان صحيح مبروك عليك رقم اللي زي اللي اخترته هو رقم اللي اخترته في فرق شرطة رقم 11 ان شاء الله زيد اوكي بس ان شاء الله